اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي لله ركعتين إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني إيه؟ يعني من حافظ على صلاة الفجر في جماعة وحافظ على ساعة ذكر بين الفجر وبين صلاة الضحى وصلى الضحى يعطيه الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنا لا أسألك عن التامة ولا عن الضحى، وإنما أسألك عن الفجر. إنما أسألك عن الفجر. كان هناك رجل يسمى الحسن بن الصالح، رجل من خيار التابعين، وكانت عنده جارية فباعها يوما، احتاج إلى مال فباعها. فلما كان الليل في أول ليلة من ليالي هذه الجارية في بيتها الجديد عند سيدها الجديد، قامت بعد منتصف الليل وصاحت وقالت: الصلاة 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 يا أهل الدار. ففزع أهل البيت وخرجوا من غرفهم وحجرهم وقالوا: ما لك يرحمك الله، أؤذن لصلاة الفجر؟ فبكت الجارية، بكت الجارية ونظرت إلى سيدها الجديد وقالت: أولا تصلون من الليل شيئا؟ أولا تصلون إلا المكتوبة؟ هو أنتم بس فجر ظهر عصر مغرب عشاء؟ هو أنتم مالكوش في قيام الليل؟ هو أنتم ما بتقوموش بالليل تصلوا؟ وصارت تبكي وتبكي وتبكي، ورجعت إلى سيدها الحسن بن صالح وقالت: يا سيدي أستحلفك بالله ردني، فلقد بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. فما كان من الحسن بن صالح إلا أن اشتراها مرة أخرى وردها إلى داره لتستمتع هذه الجارية ببيئة الإيمان وجو الإيمان في بيت الحسن بن صالح. اصدق مع نفسك، هل صليت الفجر اليوم؟ هل أصبحت في ذمة الله؟ هل كتبت الملائكة اسمك في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل أصبح عليك الصباح اليوم وقد أرضيت ربك بصلاة الصبح؟ أم ماذا فعلت؟ أيام تمر وليال تنقضي وذنوب تلو ذنوب ومعاص فوق معاص، والناس يسألون الله البركة والرضا بغير عمل. إننا نضحك على أنفسنا، إننا نغش أنفسنا، إننا نعيش حلما كبيرا وأمنية لا حدود لها، نرضى بالمظاهر والثناء وننسى أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا.